تشوفها. زين اوكي زين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المسار وفي هذا التحدي. تابعنا انطلاقة شوط الحول الأول والتي احتازت فيه تحليل للهجانة السلطانية مع المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي الذي احتاز هناك على الشوط الأول في انطلاقة شوط الحول. ونتابع هنا معكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في انطلاقة الشوط الثاني المخصص للحول والهجان ومن يرغب أيضا بالمشاركة في هذا المسار وفي هذا الانطلاقات الجميلة مع هذا التحدي الأصيل. أذهب مباشرة مع الشاهينية والهجانة السلطانية عامر بن سعيد العمري اللي تواجد هناك مع صدارة هذا الشوط المركز الثاني. الوصول هنا أيضا من صلالة والهجانة السلطانية عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي، لكن اللي غيرت هناك من الجانب الآخر وصلت القادمة الهجانة السلطانية علي بسليمان الوهيبي اللي غير مجريات المول وانتقل هناك الى ثاني المراكز. المركز الثالث الواصله هناك الطياره والهجانه السلطانيه هلال بن حميد الحبسي. اما المركز الرابع وصلت جواهر الهجانه السلطانيه وعبيد بن محمد الوهيبي اللي يتواجد هناك مع رابع المراكز. خامس المراكز القادمه هنا القادمه والواصله الريم الهجانه السلطانيه حمود بن طويرش الوهيبي روح يا ابو محمد متواجد في هذا المسار مع هذا ايضا الشعار الممتاز والشعار الجميل. المركز الثامن والمركز التاسع الواصلة هناك هرمز والهجانة السلطانية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ما شاء الله وتبارك الله اسم عملاق يأتينا في هذا المسار وهذه الانطلاقة الجميل. المركز العاشر هناك الشاهينية الهجانة السلطانية وسعيدة بن الحزيمي العويسي المتواجد على عاشر المراكز. ما شاء الله اكتفينا بهذا القدر والعشر المراكز الأولى وأيضا هذه العشر المراكز الذهبية المتواجدة في هذا المسار وهذا الانطلاق أيضا الممتاز. ما شاء الله شوف الصدارة هناك كوكب جميلة على صدارة هذا الشوط والانطلاقة بقيادة القادمة هناك الهجانة السلطانية علي بسليمان الوهيبي المتواجد هنا على صدارة هذا الشوط يقود هذا المسار قيادة تامة وقيادة حكيمة مع هذه الانطلاقة الجميلة. جواهر على ثاني المراكز الهجانة السلطانية وعبيد بن محمد الوهيبي مع هذه الانطلاقة. المركز الثالث القادمة هناك أيضا من الجانب الآخر الشاهينية والهجانة السلطانية عامر بن سعيد العمري اللي تواجد مع صدارة هذا الشوط مع هذه الانطلاقة الممتازة. خامس المراكز أو رابع المراكز الوصول هنا من الطيارة الهجانة السلطانية أهلال بن حميد الحبسي اللي يتواجد مع رابع المراكز. المركز الخامس القادم هنا بكل قوة صلالة الهجانة السلطانية عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي اللي تواجد على خامس المراكز. المركز السادس وصلت هنا وصلت أيضا الهجانة السلطانية والمضمر حمود بن طويرش الوهيبي اللي يندفع ويتواجد مع اسم الريم. الريم اللي تتواجد هنا على سادس المراكز. سابع المراكز الواصلة هناك أيضا معنا رمز الهجانة السلطانية وهلال بن حميد الحبسي اللي يتواجد مع سادس المراكز. ما شاء الله يا هذه الانطلاقة الجميلة أيضا يحلو الرقص مع الكبار في هذا المسار ومع هذا التحدي الأصيل. أيضا الشعار الممتاز اللي يتواجد في هذا المسار وهذه الانطلاقة الشاهينية والدماء الشاهينية والسلالة الشاهينية أيضا تتواجد. ما شاء الله أيضا صاحبت هذا الشكل الجميل هجانة السلطانية وعامر بن سعيد العمري. عامر بإنجازاته في هذا المسار وهذه الانطلاقة. المركز الثاني القادمة هناك القادمة مع الهجانة السلطانية علي بسليمان الوهيبي أيضا عينه على المسار وعينه على التحدي في هذه الانطلاقة الممتازة والجميلة. المركز الثالث وصلت هنا جواهر والهجانة السلطانية عبيد بن محمد الوهيبي متواجد في هذا المسار أيضا أحد العمالقة المتواجدين في هذا الشوط. الثلاثة كيلومترات انتصفت المسافة والشوط مع هذا المسار مع هذه ايضا الشعارات المتواجده بكل قوه. هناك الطياره الهجانه السلطانيه اهلال بن حميد الحبسي المتواجد هناك على خامس المراكز. المركز السادس الواصله هنا الريم
والهجان السلطانية حمودة بن طويرش الوهيبية المركز السابع الواصل. هناك اشعال الهجان السلطانية بقيادة عبد الله بن طويرش الوهيبي مع انطلاقة صلالة في هذا المسار في هذه الانطلاقة الجميلة. ما شاء الله اترك بقية المراكز واعود مع هذه الانطلاقة الممتازة مع انطلاقة الشاهينية مع اندفاعة الشاهينية في هذا المسار. ما شاء الله الهجان السلطانية وعامر بن سعيد العمري اللي يتواجد في هذا المسار وينطلق ايضا انطلاقة الفوز وانطلاقة الانتصار، تحمل ايضا امال وطموحات هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله تندفع تندفع هنا مع القيادة مع الانطلاق الجميل. نتأخر قليلا هناك لأخذ بقية المراكز والانطلاق مع القادمة، ما زالت لم يتغير هناك اسم، الجميع ثابت في المركز، الجميع ثابت في مركزه، لكن والله ننتظر لائحة الكيلو اللي تغير ما بين المراكز اللي هناك يشتد فيها الحماس وكيلو والخطر. ولكن على ثالث المراكز القادم هنا الطيار الهجان السلطانية هلال بن حميد الحبسي. يا هلال يا هلال روح مع الانطلاقة مع هذا المسار، هذه المسار والانطلاقة وصلت الريم. القادم أيضا بإشعال هجانة السلطانية ومهندس المضمرين حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي اللي يتواجد هناك مع ثالث المراكز أيضا قادمة بكل قوة. المركز الرابع جواهر الهجان السلطانية وعبيد بن محمد الوهيبي. ما شاء الله جوهرة المتواجدين في هذا المسار وهذه الانطلاقة. وصلت صلالة هناك على سادس المراكز شعار الهجان السلطانية وعبد الله بن طويرش الوهيبي اللي يتواجد هناك على خامس او سادس المراكز. ما شاء الله اقتربنا هنا من اللائحة الخطرة والعمري هناك ما زال يقود المسيرة مع هذا الشعار الجميل شعار الهجانة. ما شاء الله تبارك الله هذه الانطلاقة اللي تقدمها الشاهينية من بداية الانطلاق وتير الشوط ير. ما شاء الله وتبارك الله يا انطلاقة الشاهينية شعار الهجانة السلطانية عامر بن سعيد العمري اللي يندفع هنا يندفع مع هذا المسار مع هذه الانطلاقة. المركز الثاني الواصل القادم الهجانة السلطانية علي بسليمان الوهيبي. وصلنا هنا لائحة الخطرة لائحة الانطلاق. الكل هنا بدأ ينطلق، بدأ في التحدي، بدأ في المسار، بدأ في الاندفاع. 1200 هي المتواجدة، هي أيضا من يريد الاندفاع من يريد الانطلاق. روح وخلك مع الفورمة في هذا المسار في هذا التحدي الأصيل. الشاهينية المتواجدة في هذا المسار وشعار الهجان السلطانية عامر بن سعيد العمري. وهنا لائحة الكيلو حرك من الآن روح مع الانتصار مع القيادة مع الانطلاق مع التحدي الإثارة القوة. يا سلام الله الله شوف الحيل بدأت هناك في الانطلاق، بدأت في التحدي، بدأت في المسار. الشاهينية الهجانة السلطانية عامر بن سعيد العمري اللي تواجد، لكن الريم وصل مهندس المضمرين في هذه الانطلاقة. الريم الهجانة السلطانية حمود بن طويرش بن محمد الوهيبي يريد أن ينتصر في هذا المسار. وصلت الطيارة الهجانة السلطانية هلال بن حميد الحبسي تبي تطير الطيارة في هذا المسار وهذه الانطلاقة. القادمة هناك أيضا من الجانب الآخر وصلت هناك رمز الهجانة السلطانية هلال بن حميد الحبسي الواصل جبارة الهجانة السلطانية حمدان بن مبارك الحبسي. وصل الشاعر لكن الطيارة والله طارت الطيارة. ما شاء الله الريم لكن الطيارة اللهم صل على النبي على هذه الاندفاع الجميل الذي تقدم الطيارة مع هذا الشعار الجميل هجانة السلطاني وهلال بن حميد الحبسي. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. كافي يا اخوي كافي، عرض ممتاز اداء جميل تقدم الطيارة مع هذا ايضا الشعار الجميل. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الاندفاع الجميل. حيوها على هذا المسار، تستاهل التحية تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل تقدم الطيار الهجان السلطانية هلال بن حميد الحبسي. المركز الثاني الواصل هناك الشاهينية عامر بن سعيد العامري. المركز الثالث هناك الريم مع الانطلاق أيضا الممتاز الذي قدمته الهجان السلطانية وحمود بن طويرش الوهيبي الذي تواجد مع هذا المسار.